صباحنا غير، وصلنا لفقرتنا الختامية. فقرتنا الختامية سلمى لليوم هي جذور فكرة ولدت في قلوب مجموعة من الشباب السوري بمختلف أطيافه وانتماءاته ومشاربه الثقافية والعلمية، جميعهم على يقين بحب الوطن وقيامته، جذور محاولة لأن تكون مساحة النور التي تعبر داخل النفس البشرية لكل سوري. تركت الأزمة آثارها على جسده وعلى نفسه، جذور خطوة رديفة ومتممة على طريق العمل التطوعي. أكيد سالي، لنتعرف أكثر على النشاطات الأخيرة لجمعية جذور وقد ايه عم تتنوع هاي النشاطات. خلينا أيضا نعرف الإفادة يلي عم تقدمها الجديدة للمجتمع. بصرنا أنه نرحب بخلود رجب رئيس مجلس إدارة جمعية جذور. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك، صباحنا غير اليوم، وصباحنا اليوم له ذائقة هيك متفردة بهذا المكان. أكيد أكيد, أكيد نورتينا ونورتي المكان. خلينا نحكي بالبداية عن جذور، نرجع كمان بناخذ لمحة بسيطة عن جذور لكل اللي عم يتابعنا وما كان عم يتابع قبل. هلأ جذور مثل غيرها من المبادرات والفرق اللي ولدت من رحم الأزمة، جذور حابه تقدم حالها برؤى ومنهجيه مختلفه. طبعا تعنى بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وحمايه الاطفال من العنف وتقديم الخدمات الصحيه والنفسيه لهم، بالاضافه لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، تحديدا العنف ضد المراه. أكيد خلود، من نشاطاتكم هو تقديم يمكن كراسي للي عندهم إعاقة بالحركة، كيف بتم هذا الموضوع؟ كيف تدرسوا البحث الشخصيات اللي بتنقوها؟ كيف بيتم لو بنقدر نعرف تفاصيل أكثر؟ هلأ من يومين كان عندنا فعالية اسمها لحتى يحبوا بكرة. لحتى يحبوا بكرة توجهنا فيها لمعهد الإعاقة الحركية للأطفال، تم توزيع كراسي متحركة على الأطفال الأكثر احتياج، بالإضافة تم توزيع ل 150 طفل قرطاسية وهدايا تانية. طبعا نحن عم نحاول نستهدف الفئات اللي أكثر احتياج بالمجتمع طبعا، ومن ضمنها كان معهد الإعاقة الحركية. هي الحملة إن شاء الله مكملين فيها. أكيد إن شاء الله يا رب. يعني المميز بجذور أنه مو بس بتقدم للمصابين أجهزة بتساهم بأنه علاجهم فيزيائيا، كمان عم تشتغلوا على فعالية اسمها فعالية ليرتنا، وهي هلأ موجودة بقائمة حاليا، خبرينا عنها أكثر. هلأ مشروع هو ليرتنا طلقنا فيه تقريبا من شهر شهر وشوي، هو عبارة عن دفتر كوبون. هذا الدفتر كوبون في من ضمنه فعاليات اقتصادية داعمة لمشروع ليرتنا، بتقدم خدمات مجانية بقيمة 2000 ليرة يمكن؟ أيوة قيمة 2000 ليرة. بيقدم خدمات مجانية للجمهور طبعا، ريعوا عائد لأطفال سوريا. طبعا بمشروع ليرتنا نحن عم ناخد كذا منحة، هو كمان تشغيل شريحة الشباب، دعم الليرة السورية، لأنه بقيمة 2000 أنت عم تاخدي خدمات بأكثر من 100,000 تقريبا. يعني حتى سلمى عم ياخدوا دورات مجانية، عم ياخذوا حتى عروض تجميلية كمان للنساء، حتى لسنانهم مزبوط. أنا شفت الدفتر حبيتي ظريف. ايه خلص طبعا. طيب خلود، كمان خلينا نحكي شوي عن العناوين يلي اشتغلت عليها جذور من أول ما انطلقت حتى الآن، حكاية حلم لحتى يحبوا بكرة، عناوين كتير يمكن مستمدة من هذا الأمل يلي أنتوا عم تشتغلوا عليه بالمجتمع السوري بفئات متعددة. صحيح. هلأ نحن بالنهاية جذور هي كانت مساحة النور ودعوة للتجدد والانطلاق على الحياة، لأنه أكيد مفرزات الأزمة وتداعيات الأزمة خلفت آثار كتير على النفس والجسد. نحن بحاجة إعادة إعمار فكري، إعادة إعمار الإنسان اللي هو عصب الحياة وعصب الدولة. هي أكيد رسالتنا وإن شاء الله بتوصل. الله يا رب بتوصل رسالتكم ورسالة كل جمعية هادفة طبعا تعنى بمصابين الحرب بأي شيء. خلينا نحكي كمان نتعرف على حكاية حلم، خلينا نحكي شوية عن حكاية حلم. هلأ حكاية حلم إن شاء الله هلأ رح ينطلق بالموسم الثاني. الموسم الأول كنا متوجهين للمكفوفين بالإضافة لأبناء الشهداء. هذا الموسم هو لتنمية مواهب الأطفال طبعا. حكاية حلم رح نتوجه لشرائح مختلفة، الشرائح الأكثر هشاشة بالمجتمع، سواء من احتياجات خاصة إضافة لشرائح تانية أكيد رح نحكي عنها بشكل لاحق. أكيد. طيب خلود، جذور يمكن عم تكبر يوم بعد يوم، متطوعين عم بيزيدوا، مثل ما بنعرف أنتوا دائما فاتحين الباب للتطوع، وخصوصا أنه بيميز جمعيتكم أنه في أفراد من اللي هن بيتعالجوا ممكن كمان يصيروا أعضاء بجمعية، نحكي عن هي التفصيلة بالذات. صحيح. هلأ نحن من فترة كنا مشاركين بفعالية الذهب،
خبرات سوريا. فالشيء الحلو انه كان عندنا 250 استمارة تطوع، فقديش حلو هيك نشر ثقافة التطوع بالمجتمع السوري. اكيد هلا نحن بالاساس كنا انطلاقة الجمعية كانت من خلال تأهيل معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية، تمام. وحتى في عنا من ضمن الأطفال الموجودين هلا أحد الأطفال اللي هو كمان متطوع معنا، ونحن كمان كتير بنحاول ناخد الشرائح حتى اللي هو من ذوي احتياجات خاصة كمان صار متطوع. هي الحكايات معنا الإنسانية دي بتأثر فيكم، بتأثر بكل الفريق أكيد. أكيد بالنهاية بصراحة نحن بيعطونا دافع وبيعطونا أمل إنه نحن فعلا عم نتعلم منهم، وهي الشرائح نحن فعلا عم نتعلم منها وعم تعطينا دافع لحتى نقدم أكثر وأكثر. دائما بصراحة بنحس حالنا مقصرين. تمام، هنا بيعطوا قوة لنا بس صحيح. نشوف بهيدا الأمل بهيدا الطاقة. خلينا كمان نحكي شوي عن فريق جذور. أول شيء بيبدأ الفريق بشوي بعدين بيكبر 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 صحيح. وهلأ مع الفعاليات والنشاطات اللي عم تعملوها أكيد الفريق كبير وإن شاء الله رح يكبر أكثر. نحكي شوي عن عدد الفريق اللي هلأ طار. هلأ حاليا فريقنا هو تقريبا صرنا بحدود 100 متطوع بالفريق، بالإضافة أنه في اختصاصات موجودة عنا، في عنا كمان أقسام موجودة عنا عم تتفاعل وعم بياخد دورة. أكيد أكيد. طيب خلود، اليوم نشاطات كتير يمكن عم تشتغلوا عليها، مشاريع جديدة عم تقوموا فيها، خلينا نحكي عن هاي التخطيط لكل مرحلة، وأكيد في استراتيجية بتبلشوا فيها كل سنة بتحطوها على مدار العام. هلأ من المشاريع المستدامة الموجودة بجمعية جذور هي جذور الأمل، اللي هو نحن مسؤولين عن أطفال ذوي احتياجات خاصة بتقديم كافة الخدمات الرعاية. بالإضافة عنا كمان مشروع واحة الأمل لرعاية النساء الناجيات من العنف، كمان نحن بنقدم لهم خدمات الإقامة الكريمة، خدمات الرعاية الصحية النفسية، كمان الدعم القانوني أكيد عم ياخد منحة. كمان نحن عم نحاول نقدم لهم الخبرات، التأهيل، التمكين للنساء الموجودين عندنا بالمركز. كمان حاليا نحن متوجهين لفتح صفوف تعليمية بمعهد الإعاقة الذهنية، بالإضافة لنفتح نشاط للمعالجة الفيزيائية أكيد يعني. تمام، شو نشاطاتكم المستقبلية هلا وشو عم بتفكروا تعملوا شيء جديد غير ليرتنا؟ هلا ليرتنا أكيد مستمرين فيه. هلا سبق وذكرت إنه رح نفتح صفوف تعليمية بمعهد الإعاقة الذهنية ونشاط تاني للمعالجة الفيزيائية كمان. حلو. بالإضافة لواحة الأمل النساء المعنفات كمان في لهم هلأ دورات تمكين وتدريب بتخص صناعة الحلويات كمان وإلى آخره. ترى الأشخاص يعني اللي قاعدين بالبيت مثلا بيقدروا يستفيدوا منها، للنساء أغلب النساء اللي قاعدين بالبيت كتير رح ينبسطوا بهذا المشروع. تمام، هلأ نحن عندنا مكان لرعاية النساء المعنفات وهدول النساء لهم خصوصية معينة. نحن طبعا موجودين عندنا 24 ساعة، هو مكان إقامة. تمام، ونحن هون بنقدم لهم خدمات الرعاية الكاملة بالإضافة أكيد للتمكين المهني، لأنه هدول بحاجة أكيد نرجع ندمجهم بالمجتمع من أول وجديد من خلال دورات تكون فعلة لهم. أكيد يعني خلود، العمل الإنساني بشكل عام له خصوصية مختلفة، يعني لما بنحكي عن العمل مع سيدات معنفات وخصوصا هلأ بظل ظروف الحرب، يمكن أنواع العنف أيضا اللي عم تتعرض له المرأة اختلف عن سابقا، كيف عم تقدروا تواكبوا هذا الشيء؟ وأكيد هل في مختصين نفسيين موجودين بشكل دائم معهم لإعادة تأهيل نفسي يمكن؟ أكيد هلأ صميم عمل جمعية جذور هو الدعم النفسي، فأكيد عنا خبراء نفسيين وأخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين عم بيواكبوا هي الحالات يوم بيوم وعم بيتابعوها أكيد. تمام، قديش جذور حسيتية حققت شيء خلال فترة أزمة؟ لأنه دائما خلال فترة الأزمة أي شيء بيكون له طابع خاص، شو قديش حسيتي جذور هي حققت شيء؟ هلأ نحن بجذور رفعنا شعار العمل محبة والمحبة جذور، وعم نحاول نترجم كل نشاطاتنا ومشاريعنا وأعمالنا هي المحبة نترجمها لعمل. تمام، وإن شاء الله هي الرسالة بتكون هادفة وتوصل من القلب للقلب، وهي يعني هي قضية أكيد أكيد. يعني خلود كمان نحن دائما وقت بيكون معنا جمعية من الجمعيات يلي التطوعية أكيد الخيرية يلي بتهدف لعمل إنساني، بنسأل الأشخاص اللي بيكونوا بيشتغلوا فيها أو القائمين عليها خلال فترة عملكم قديش أخذتوا من هذا العمل، مثل ما عطيتوا قد أخذتوا يمكن راحة نفسية، قد أخذتوا عطاء، قد حسيتوا أنه قدرتوا تقدموا شيء للمجتمع؟ هلا هي بالنهايه ثقافه العطاء وثقافه عمل الخير هي شيء متاصل متجذر موجود فينا اكيد. صحيح. فبصراحه نحن دائما بنحس حالنا
مقصرين، ونفس الوقت هذا العمل التطوعي بيعطيك شخصية هيك مختلفة وبيحولك لشخص إيجابي، شخص معطاء. نتمنى هي الثقافة تتكرس ضمن النسيج السوري كله أكيد. إن شاء الله يا رب. أكيد يعني حكينا كتير عن جذور ولسه بدنا نحكي أكثر. شو حابة ضيفي شيء كمان لكل اللي عم يتابعك هلأ؟ هلأ الحقيقة في مشاريع كتير رح تنطرح هلأ موجودة، بالإضافة لمشروع حكاية حلم إن شاء الله رح نطلقه قريباً. أكيد. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يعني بختام حديثنا خلود لليوم، شو بتحبي توجهي رساله لكل اللي عم بيتابعنا كيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟ نرجع نذكر ايضا بموقعكم على الفيسبوك وبكل مكان بيقدروا الناس تتواصل معكم تقدم شيء للجذور. هلا نحن موجودين على كل السوشيال ميديا، الكل بحب بيتطوع معنا فاكيد باب التطوع دائما مفتوح. نحن بحاجه اكيد للخبرات لانه نحن صميم عملنا هو الدعم النفسي، فنتمنى أكيد الكل يشارك معنا يتابعنا لأنه اللي جاي أحلى إن شاء الله. أكيد بدنا نتشكرك، بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر جذور يلي متأصلة بهيدا الأرض يلي رح تطلع وتنبت طبعا وتصير وتكبر بعد هالانتصارات يلي عم يحققها جيشنا العربي السوري. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم الكريمة. شكرا لك خلود، شكرا لتواجدك معنا. شكرا سلمى. صباحنا وصل للختام لكن نهارنا ابتدى، فأكيد خلوا الاجتهاد لتحققوا حلمكم هو الهدف، وابقوا على اطلاع على كافة الأحداث من خلال التغطيات المستمرة على شاشة الإخبارية السورية. موعدنا مثل كل يوم توقيت الياسمين 9 الصبح. تبقوا بألف خير وباي باي. يعطيك العافية سلمى. يعطيك العافية سالي، وبقية نهار إن شاء الله بيحمل كل النجاح لكل المشاهدين ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. لكل يلي حابب أنه يشاركنا بفكرة أو اقتراح ابقوا على تواصل معنا عبر موقعنا على الفيسبوك صباحنا غير، وأكيد شكر كبير لدار الأساد للثقافة والفنون لاستضافة برنامج صباحنا غير، وتحيتنا الأولى والأخيرة دائما لحراس وصنع الأمال أبطال الجيش العربي السوري. صباحكم عز، باي باي. هلا نحن من فتره كنا مشاركين بفعاليه ذهب خبرات سوريا، فالشيء الحلو انه كان عندنا 250 استمارة تطوع، فقديش حلو هيك نشر ثقافه التطوع بالمجتمع السوري. اكيد هلا نحن بالاساس كنا انطلاقه الجمعيه كانت من خلال تاهيل معهد التربيه الخاصه للاعاقه الذهنيه، تمام. وحتى في عنا من ضمن الأطفال الموجودين هلأ أحد الأطفال اللي هو كمان متطوع معنا، ونحن كمان كتير بنحاول ناخد الشرائح حتى اللي هو من ذوي احتياجات خاصة كمان صار متطوع معنا. هي الحكايات الإنسانية قدي بتأثر فيكم؟ بتأثر بكل الفريق أكيد. أكيد بالنهاية بصراحة نحن بيعطونا دافع وبيعطونا أمل أنه نحن فعلا عم نتعلم منهم، وهي الشرائح نحن فعلا عم نتعلم منها وعم تعطينا دافع لحتى نقدم أكثر وأكثر. دائما بصراحة بنحس حالنا مقصرين. تمام، هنن بيعطوا قوة لنا بس صحيح. نشوف بهيدا الأمل بهيدا الطاقة. خلينا كمان نحكي شوي عن فريق جذور. أول شيء بيبدأ الفريق بشوي بعدين بيكبر 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 صحيح. وهلأ مع الفعاليات والنشاطات اللي عم تعملوها أكيد الفريق كبير وإن شاء الله رح يكبر أكثر. نحكي شوي عن عدد الفريق اللي هلأ صار. هلأ حاليا فريقنا هو تقريبا صرنا بحدود 100 متطوع بالفريق، بالإضافة أنه في اختصاصات موجودة عنا، في عنا كمان أقسام موجودة عنا عم تتفعل وعم بياخد دورة. أكيد أكيد. طيب خلود اليوم نشاطات كتير يمكن عم تشتغلوا عليها، مشاريع جديدة عم تقوموا فيها، خلينا نحكي عن هاي التخطيط لكل مرحلة، وأكيد في استراتيجية بتبلشوا فيها كل سنة بتحطوها على مدار العام. هلأ من المشاريع المستدامة الموجودة بجمعية جذور هي جذور الأمل، اللي هو نحن مسؤولين عن أطفال ذوي احتياجات خاصة بتقديم كافة الخدمات الرعاية، بالإضافة عنا كمان مشروع واحد الأمل لرعاية النساء الناجيات من العنف، كمان نحن بنقدم له خدمات الإقامة الكريمة، خدمات الرعاية الصحية النفسية، كمان الدعم القانوني أكيد عم يأخذ منحة. كمان نحن عم نحاول نقدم لهم الخبرات التأهيل التمكين للنساء الموجودين عندنا بالمركز. كمان حاليا نحن متوجهين لفتح صفوف تعليميه بمعهد الاعاقه الذهنيه، بالاضافه
نفتح نشاط للمعالجة الفيزيائية أكيد يعني. تمام، شو نشاطاتكم المستقبلية هلأ وشو عم بتفكروا تعملوا شيء جديد غير ليرتنا؟ هلأ ليرتنا أكيد مستمرين فيه. هلأ سبق وذكرت أنه رح نفتح صفوف تعليمية بمعهد الإعاقة الذهنية ونشاط تاني للمعالجة الفيزيائية كمان. حلو. بالإضافة لواحة الأمل النساء المعنفات كمان في لهم هلأ دورات تمكين وتدريب بتخص صناعة الحلويات كمان وإلى آخره. للأشخاص يعني اللي قاعدين بالبيت مثلا بيقدروا يستفيدوا منها، للنساء أغلب النساء اللي قاعدين بالبيت كثير رح ينبسطوا بهذا المشروع. تمام، هلأ نحن عندنا مكان لرعاية النساء المعنفات وهدول النساء لهم خصوصية تماماً معينة. نحن طبعا موجودين عندنا 24 ساعة، هو مكان إقامة. تمام، ونحن هون بنقدم لهم خدمات الرعاية الكاملة بالإضافة أكيد للتمكين المهني، لأنه هدول بحاجة أكيد نرجع ندمجهم بالمجتمع من أول وجديد من خلال دورات تكون فعالة لهم. أكيد يعني خلود العمل الإنساني بشكل عام له خصوصية مختلفة، يعني لما بنحكي عن العمل مع سيدات معنفات وخصوصا هلأ بظل ظروف الحرب يمكن أنواع العنف أيضا اللي عم تتعرض له المرأة اختلف عن سابقا، كيف عم تقدروا تواكبوا هذا الشيء؟ وأكيد هل في مختصين نفسيين موجودين بشكل دائم معهم لإعادة تأهيل نفسي يمكن؟ أكيد هلأ صميم عمل جمعية جذور هو الدعم النفسي، فأكيد عنا خبراء نفسيين وأخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين عم بيواكبوا هي الحالات يوم بيوم وعم بيتابعوها أكيد. نعم تمام، قديش جذور حساتية حققت شيء خلال فترة أزمة؟ لأنه دائما خلال فترة الأزمة أي شيء بيكون له طابع خاص، شو قديش حساتي جذور هي حققت شيء؟ هلأ نحن بجذور رفعنا شعار العمل محبة والمحبة جذور، وعم نحاول نترجم كل نشاطاتنا ومشاريعنا وأعمالنا هي المحبة نترجمها لعمل. تمام، وإن شاء الله هي الرسالة شاء الله بتكون هادفة وتوصل من القلب، وهي يعني هي قضية أكيد أكيد. يعني خلود كمان نحن دائما وقت بيكون معنا جمعية من الجمعيات يلي التطوعية أكيد الخيرية يلي بتهدف لعمل إنساني، بنسأل الأشخاص اللي بيكونوا بيشتغلوا فيها أو القائمين عليها خلال فترة عملكم قديش أخذتوا من هذا العمل مثل ما عطيتوا؟ قد أخذتوا يمكن راحة نفسية؟ قد أخذتوا عطاء؟ قد حسيتوا أنه قدرتوا تقدموا شيء للمجتمع؟ هلأ هي بالنهاية ثقافة العطاء وثقافة عمل الخير هي شيء متأصل متجذر موجود فينا أكيد. صحيح. فبصراحة نحن دائما بنحس حالنا مقصرين، ونفس الوقت هذا العمل التطوعي بيعطيك شخصية هيك مختلفة وبيحولك لشخص إيجابي شخص معطاء. نتمنى هي الثقافة تتكرس ضمن النسيج السوري كله أكيد. إن شاء الله يا رب. أكيد يعني حكينا كتير عن جذور ولسه بدنا نحكي أكثر، شو حابة ضيفي شيء كمان لكل اللي عم يتابعك هلأ؟ هلأ الحقيقة في مشاريع كتير رح تنطرح هلأ موجودة بالإضافة لمشروع حكاية حلم، إن شاء الله رح نطلقه قريباً. أكيد. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني بختام حديثنا خلود لليوم شو بتحبي توجهي رسالة كل يلي عم بيتابعنا كيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟ نرجع نذكر أيضا بموقعكم على الفيسبوك وبكل مكان بيقدروا الناس تتواصل معكم تقدم شيء للجذور. هلا نحن موجودين على كل السوشيال ميديا، الكل بحب بيتطوع معنا فأكيد باب التطوع دائما مفتوح. نحن بحاجة أكيد للخبرات لأنه نحن صميم عملنا هو الدعم النفسي. فنتمنى أكيد الكل يشارك معنا يتابعنا لأنه اللي جاي أحلى إن شاء الله. أكيد بدنا نتشكرك، بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر جذور يلي متأصلة بهيدا الأرض يلي رح تطلع وتنبت طبعا وتصير وتكبر بعد هالانتصارات يلي عم يحققها جيشنا العربي السوري. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم الكريمة. شكرا لك خلود، شكرا لتواجدك.